إذن مشاهدينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عدد جديد من حصة كما سمع عبدو من جل ألجيري بارت التي نبثها على المباشر من موقع ألجيري بارت. طبعا يكون معي في هذا العدد ضيفي دائما عبدو سمار، مرحبا بك. مرحبا بك خويا سليم، ومرحبا بك خويا كريم، والسلام عليكم. وازل في الأول مرحبا كاع لي ليكتور اي ليكتريس دالجيري بارت وكاع الجزائريين والجزائريات اللي راح يشوفونا من بعد ولا في المباشر. نعم، شكرا لك. ايضا زميلي كريم، مرحبا بك. يازول فلاح. بخير، يازول فلاح سي سليم. بونجور توت الجزائريين، يازول في الاول توت الجزائريين. ثاني ميرسي يا كريم. اذا مشاهدينا الافاضل، كما قلت لكم هذا العدد سنخصصه للحديث حول قطاع العداله. طبعا بالقاسم زغماتي الذي حل الان على هذا القطاع، نريد فقط أن نطرح بعض التساؤلات. هل هناك من تغيير جذري في هذا القطاع؟ هل هناك عدالة أصبحت مستقلة بحد ذاتها؟ أم أن هذا القطاع ما زال على عهده قطاع غامس، قطاع منهمك في عالم الرشوات وعالم الفساد؟ التصريحات الأخيرة التي خرج بها بالقاسم زغماتي وزير العدل وحافظ الأختام، الذي قال بأنه في 2 ديسمبر سترون حقيقة مدى جاهزية القضاء ومدى مجهودات التي يبذلها القاضي الجزائري، لأنه ستكون هناك محاكمة علنية لكل من الوزيران السابقين أحمد يحيى وعبد الملك سلام. طبعا سأبدأ من هذه النقطة وأطرح سؤالي عبد السمار، قبل فقط أن تقدم لنا المعلومات أكثر، وقد كتبت مقالات في موقع ألجيري بارت، أريد فقط كنبذة عن المحاكمة العلنية في الجزائر، هل هي الأولى من نوعها في الجزائر أم أن هناك محاكمات علنية سابقة؟ هي تاريخيا كي نشوفوا باللي دو زونسيان بريمي مينيس اللي هما أحمد يحيى وعبد الملك سلام، واللي فزوا في لي زوج، يعني لي دو قريب كانوا هما حيكونوا رئيس جمهورية. يعني كانوا هما لي كونديدا باش يكونوا لي رومبلاسون لو سيكسيسور تاع عبد العزيز بوتفليقه. احمد ويحيى سوني با نابورتو كي يا جماعه، تاكم شايفين عليه ما كانش جزائري وجزائريه ما تعرفش احمد ويحيى. احمد ويحيى يعني كان بارمي لي بيلي دو لا في بوليتيك اون الجيري تاع التسعينات، وانا نهضروا عليه حتى وقت بوتفليقه. سلا اللي بان ريالمون قبل 2014 وطرطق يعني من 2014 الفوق، وكان هو اللي تي بريسونتي pour qu'il puisse succéder à Abdel Aziz Bouteflika. Bien sûr, historiquement, jamais ça n'a un procès public de grands dirigeants qui m'a dit. Voilà, comme je disais, mais le Nizam Ouadna, الخطا الاولى في بروسي تاع جينيرال توفيق وتاع طرطاق وتاع سعيد بوتفليقه، قال لك اللي داروه 23 سبتمبر درني، لو 23 ولو 24 سبتمبر درني في المحكمه العسكريه تاع بليده، كانوا يقولون بلي حتكون محاكمه علنيه واودونس بوبليك سيتيرا. بون سي ان تريبيونال ميليتير يلون فيروي سيتيرا. ميتنون سي لا بروميير فوا من زغماطي لو نو مينيست لا جوستيس قال لك يا جماعه وراه كاين حاجه كبيره، يعني قال لك يا جماعه راح نحاسبوا. هو ما قالش اساميهم، قال دو مسؤولين كبار حنا تحصلنا على المعلومه. علاش معلاش ويحيى وعلاش تسلل؟ باسكو راح يبداو بالدوسي تاع محمد بايري اللي هو لون دافير اللي كان فيس بريزيدون دو اف سي او تاع علي حداد، واللي كان لو برا دروا تاع علي حداد، وعنده مجمع ايفال. ايفال كانوا هما اللي عندهم فيات، هما كانوا ممثلين منذ سنين وسنين، هما اللي يبيعوا سيارات فيات في الجزائر، ومن بعد باعوا فيات باعوها ربراب، وما ديك كانت فيات ما تفهمش مع البراب، كان علي حداد حاب يجيبها حاب يديها، وعرف داها لمضافر تحكوت خمو على الحكايه واحده اخرى. وكان عنده سوسيتي ايفيكو، وبايري داروا نيوزين في ولايه بومرداس على باش يجمع لي فواتور اوتيليتير تاع لا مارك ايفيكو، سي مارك ايطاليان. بون علاه بداو ببايري؟ باي بداو ببايري باسكو بايري هو الدوسي هو الساهل فيهم، هو الصغير هو اللي ماشي معمر بزاف. بايري محمد بايري عنده موندا ديبو واحد على جا لافان هادي ابيت فونكسيون كوربسيون اكسيتيرا، وجا واحد يجيبو سلال ويحيى باسكو الزوج هما مضى وعطاو له ليزوتوريزاسيون باش يخدم ويدير ويدير. سي ان دوسي كي ليي او مونتاج à la filière du montage automobile. نعم، تركيب السيارات. نعم. موراها لو 4 ديسمبر يبدا لو بروسي تاع احمد معزوز. احمد معزوز اللي عنده مجمع معزوز، اللي عنده نقاوس كما تعرفوها، اللي عنده سونتر كوميرسيال تاع باب الزوار، واللي دار حب يدير واللي جاب لي زوتوريزاسيون باش يجي باش يدير لوزين تاع لا مارك اوتوموبيل شيري لوزين شينوا. وفي زوج كي سلال، سلال وليدو كان اكسيونير مع بايري ومع وليدو ومع معزوز. ويحيى كان عندنا احنا عمرنا في الجزائر عندنا سكون ابل لو سي ان اي لو كونسي ناسيونال دانفستيسمون، لازم يدوز عليه ويسيني لك
باش يعطي لك سكون ابل لي زافونتاج فيسكو و بارافيسكو. هادو الناس داروا دي بروجي ما خلصوش تي في ا كوم يلفو، عطاو لهم لي بي اس لامبوس على سو لو ريفنو دي سوسيتي براتيكمون ما خلصوش، لي شارج سوسيال نحاولهم، لي تاكس سور لو تيران نحاولهم، الدوله مدت لهم دي تيران يعني باسعار رمزيه. دونك داو يعني كيفاش يقول امتيازات كثيره جدا، امتيازات l'impôt sur les impôts, les PS et l'impôt, les RG des salaires, donc ils ont sur les charges sociales des travailleurs. Donc à taux l'homme MTZ, mais l'IA, Mohima, c'est pour ça qu'il y a un dossier de l'IA, qui est un chipette, mais il y a un dossier de l'IA. Mais ce dossier le 2 décembre, est-ce que c'est vraiment un dossier de l'IA? Est-ce que c'est vraiment un dossier de l'IA? Non. دوك تشوفوا العداله والنيفو تاع لي جوج تاعو عندنا سون كومبيتون نهضروا على الشيء هذا من بعد، ولا راح يديروها بالعاني قبل الحمله قبل الانتخابات 12 ديسمبر ولا سنعاودوا نتاع بسمبر. طبعا لي جون دالي فوتي طبعا، فساعود الى هذه النقطه حول هذه الفتره لماذا بالضبط في هذا الشهر، لكن ابقى عند نقطه قولك فقط والحديث الان حول هذا القطاع. عود اليك كريم، طبعا الان بدايات الاعلان عن محاكمه علنيه انتقال نوعي في مجال القضاء، هل تعتقد باننا في فترتنا وفي قفزه نوعيه هناك اصلاح لقطاع العداله ام انه لم يتغير وما هي الا كلمات ومجاملات فقط يرفضها زغماتي؟ انا واش نقول لك سي سليم، راني نهضر ديريكتومون سي زغماتي. سي زغماتي طونك مازال عندك لي ماجيسترا كورومبي اللي راهم اكتوالمون درك مازال ما عندك ماك حتى الوالو. كيف ذلك على بادله؟ مي طونك مازال عندهم، طونك مازال لي ماجيسترا تاع طيب الروح نعم مازال راهم في المحاكم في المجالس في لاكور سيبرام وعندهم في المينيستير وفي لاسبيكسيون جينيرال، طونك مازال ما نحيتهمش ماكش حتقضي على الفساد. هادي نعطيها لك من دروك يا سي زلماطي، باسكو اكتوالمون مازال هم عندك وما شكيتش راك تقضي على الفساد 100%، لا قضيت على 20 30% راك مليح. دونك مازال ما لحقتش هذو لي ماجيسترا ما دير حتى حاجه. على عانيت منهم هذا المتواجدين حاليا؟ ماشي عانيت منهم، مازال دقيقه هذه مازال هم اكسون. عطينا نعطيك ان اكزومبل باغ اكزومبل ان اكزومبل سي زرباطي، نعطيك ان اكزومبل. هضرت لك على هضرت درت دو فيديو سبيسيالمون ليك. برومي فيديو في الجيري باك خرجنا في الجيري، او دوزيام فيديو دوزيام دوسي سي دوزيام فيديو، هذا سي تروازيام دوسي. تروازيام دوسي هذا كانت لافير في محكمة قليعة اون 2005. في 2005 كانت في محكمة قليعة، كان عندي انا اون طونك فيكتيم شاك سون بروفيزيون، يافي دو شاك سون بروفيزيون، يافي دو فيكتيم كونتر ان سانتا وسمو واحد وسمو برادي العيد. هذا برادي العيد كانوا عندو لي ماجيسترا في يدو، منهم باغ اكزومبل البروكيور جينيرال مستيري اللي كان حاكم بريده في مجلس قضاء بريده. هذا برادي العيد كان يخدم بمستيري، كان كيما نقولوا برادي العيد كان هو الماك، واش يدير يجوز يدخل الناس الحباس ويخرج الناس من الحباس كيما يحب يدير. كان هذا مستيري في مجلس قضاء بليده، ومن بعد راح لاكور سيبرام اوتوماتيكمون او خلاه ولادو. صرات لي لافير في 2005 شاك سون بروفيزيون اون طون فيكتيم، انا ديبوزيت شاك سون بروفيزيون في محكمه قليعه لو 2 جونفي 2005، لو دوزيام فيكتيم حطوا ما باليش في فان جونفي جو سي با. ما عليناش، حطيت انا شاك سون بروفيزيون باش نستنى الجلسه. الاسكرو هذاك برادي العيد واش يدير لي قضيه؟ راح يدير لي 6 جور ابري 8 جور ابري ولا 9 جور ابري، خدم هذه مع لابوليس مع الشاب سوتي الدايره غرزوا لي محمد. يعني كاين توتر بين الشرطه معاه بين الشرطه بين الدرك الوطني والبروكيور هذايا ماشي لي بروكيور لي ماجيستر. وهذاك بالعيد هذا سي ان اون دافير بيزنس هذا ماشي كول، سي با ان بيزنس مان. هذا العيد بكري، هذا برد العيد كان يبيع الكاوكاو بكري، ومع ذلك ولا طولي، ومع ذلك حلت الخليفه بونك يعني الى تشوليتي دي برد. يعني واحد يبيع كاوكاو ولا يحكم بالعداله في الجزائر؟ سبحان الله، ربي خلق وخلق. انا مانيش نكذب عليكم، روحوا للقلعه يقول لكم باش يكون برد العيد هذا بيع كاوكاو، كان يبيع كاوكاو في الطابله، ومع ذلك ولا كان طولي من طولي حلت الخليفه بونك حلت لهم البيبان. باسكو في الخليفه بونك تاع لاجونس دو شيا دو كوليعا هذا بنادي اللي عندك هي لونكات، كان عندنا الدوله ديال لونكات، تلقاو بلي ما دا واحد 100 ولا 150 مليار، واش دخل الناس الحباس بلي باراترون اللي خدم عليهم. واليوم عنده ان كومبلكس، ان كومبلكس عبدو في شعيبه، ان كومبلكس تاع لي شومبروال شعيبه اللي قدام قليعه ودواوده تبع تبع تريبيرا
عنده ان كومبلكس تما في دي شون فروات تروح تشد راسك خدمها على امريكان توصلوا في الكيب بدراهم الخليفه دراهم الشعب تاعك وما حاسبوه ما حوسوا عليه عنده نفوذ عنده نفوذ كمان نفوذ دراهم كي يكون كاين شكاره مع شكون مع لي ماجيسترا يا سي زعما تسمح لي على كل حاله مي انا نقول لك لي ماجيسترا هادوما عطي لهم شكاره والله ما على بالهم بالقانون اللي دير تشيلي راك حدي لك عند لي كان وراك حديرو فوالا ديبوزينا الشك هذايا دوزيام فيكتيم ديبوزا ابري دي جور ولا كان جور هذا بلد العيد يخلق لي قضيه سرقه الشك يخلق واحد الخدام اباك تا فيم فيم هندو ما كانش يخلق خدام تاعو يخدم عنده يقولوا يا ولدي روح قول باللي قول باللي كريم مضرار هو اللي بعتك سرقت ربع علي شك سرقت خالي الشاك وبعت له هذاك الخدام باع لي ربع عليا والاخرين قطعهم باعهم لي ب 50 مليون تبع لك لي شاك دون لويزا لا لا باع لي بتفوا ديزون عطى لي هذا الخدام تاعو خدام تاع برادي يخدم عنده في لي شون بروا تفوا ديزون باع لي بعتو سرق سرق خالي الشاك وباع لي ربع عليا والاخرين قطعهم واش يقول هو يعني هو شنو يقول؟ تبعني دوك تبعوني بها وسي زرماطي تبعني مليح واش نقول له باش تعرف لي ماجيسترا كورومبي تاعك كيما يخدموا ما عليناش انا راح ديبوزيت ديبوزيت لو شيك لو 1 جانفي لو 1 جانفي صافي لا بلي 2 جانفي ديبوزيت شيك غرزوا لي محمد شفتو دي الدايره لا بوليس دو شي دو لا بوليس تاع قليعه يدير له ان دوكيمون اونتي داتي كي لا با دروا دو لو فير انت وين شفت واحد يروح يديبوزي عند لا بوليس يقول لهم بلي تبحر لي كان لي كومبلي بحر لي كان لي كومبلي منهم هذا لي ميرو صرح لي الدف صافي دير كوا صافي دو سي نافو تيموني اش خرطي هذا عطاه لي عمي جيلالي لوفيس دي بوليس لي ما يكونش الجيفا انا بعد نضحكوكم هذا لي نابان دروا ديرو غرزو لي محمد الى اينيك مو لا بوليس جوديسيال على الدروا ديال الدوكيمو هذا مي هذا سي اونتي داتي عطاه لي هو الو يقول لك بليت بحر لي كان لي كومبلي كاين واحد منهم صرح الدف يصرف هنا في الدوكيمو هذايا ما عليناش انا كي حطيت كي حطيت لو شيك سون بروفيزيون في لا بانك لا بانك راه تعطوني سون بروفيزيون هكا راه فيها سون بروفيزيون واش دير لا بانك 20 جور ابري باسكو بلادي ما دي لا ديبوزي بلانت انت وين شفت دوكيمون تعطي لك سون بروفيزيون ما تكتبو بزاكتيلو اسكو سي نورمال ما تي راجوتي تي راجوتي شوفوا يا سي غراف انا ميم لا بوك ميم لا بوك اللي امبليكي نورمالمون كاجي عندنا التحقيق تحضر تحقيق تواطئت يعني فعلا كيف تعطي لي انا ورقه الاولى هاي ليك وراهي سون بروفيزيون ودوزيام ورقه تعطيها له ليه كيما تعطيها له وما غادي يزيدو هذاك داكتيلو لون كونفورماسيون تيو سي ترافيك دو دوكيمون ترافيك دوكيمون ما عليناش سي سابال اوزاج فو اوزاج دو فو هادي لا بانك البطل تاع قليعه ما عليناش قال لك يا ولدي تبحر له كامي كومبلي بحلو كان كومبلي مع التحقيق مع التحقيق قاضي تحقيق دار امر لا بونك باش يطولوا لا سيري تاع لا سيري تاع تاع لو شيك ولا سي بغيت نخدم ولا تبحر ولا ما كاش منها هو قال تبحر وتبحر له بعد 4 ايام يا ولدي بقاو ثاني بلي هذاك الشك خادم به هاوليك كاع شو شحال خادم به احسب عاد عبدو يا 18 شك 18 شك منهم تاعي راهو هنا وريهم لهم دبر الكاميرا باش الناس يشوفوا او بيقول هذا بردي العيد بيت بحر لي كامي كومبلي صح هو العداله هادو لي دوكيمون لحقوا عندها ولا ما لحقوش يا ولدي لحقوا عندها واش صار عندها يعني جايك زعما لي دوكيمون باش تعرف هاوليك الشك خدم بيه ما راح له ما والو ما عليناش يا سي زرمطي هو مع التحقيق طلب مظاهره الخطوط طلب مظاهره الخطوط باسكو انا جايك معلاش على هادشي مظاهره الخطوط قاضي التحقيق رفض له مظاهره الخطوط غرفة اتهام رفضت مظاهرة الخطوط تاع اي تاع قاضي التحقيق ولا كور سيبرام اون 2006 ايدت غرفة اتهام صافي مظاهرة الخطوط ما كانش سي بون صافي يبقى حكم نهائي بور مظاهرة الخطوط اسمع سي زرباطي كي ديبوزا بيا بلانت باراليل باراليل ديبوزا بيا بلانت سرقة شك ونصب ونصب وكدا وكدا عند قاضي التحقيق دار لي انتفاء وجه دعوة اون 2000 هذيك 2013 13 فيفري 2013 13 فيفري 2006 هذه تاع غرفة اتهامة ايدت القاضي التحقيق قاضي التحقيق خرجها لو 15/1
Le 6, attends, 15 janvier 2006. La Qadkhir Kharja le 23-1-2006. Darim Tifa Oujdawa. Aïdit Mahan de Gourfet Tiham. Qui est Mahan de Gourfet Tiham? Normalement, il dit Tarla Koursipram. Si il m'a dit Tarla Koursipram, je suis pas à Hokum Lihaï. Aïdit Shahadet, Shahadet, Adam Tan. Aïdit Kassid Zarmati. Ça fait ta salle que Tchakhadi, c'est moi l'intérêt. Pas dire non, tu as besoin de non. Tu as besoin de non. Autre temps, تعال الشك سون بروفيزيون كانت باش يحكموه عليه في محكمه القليعه. واش داروا لي تاع محكمه القليعه؟ هذا سي جبرني رئيس الجثه ميم طون هو رئيس محكمه، عنده خوه يخدم في المينيستر جيفا كيما هو مينيستر. شنو مينيستر؟ مينيستر لا جوستيس توجور. انا دوك يا سي زماطي ما باش تابع عليك ولا نحيتو باسكو عندك ما تنحيت تبقى في وزاره العدل. في هذه النقطة فقط أتوقف عند كلامك. طبعا الملفات أيضا ما زال هناك قضية لم تنتهي، هناك أيضا مواصلة ما تكون المواصلة نعم في القضية. طبعا كالمواصلة فقط أشرت إلى نقطة مهمة جدا أخويا كريم، قلت بأن على زغمات الآن أن يستبعد بعض القضاة ويستبعد بعض الشخصيات، لأنه لو يبقون في هذا المجال لن يكون هناك أي تغيير في في القضاء. لكن فقط من هنا في النقطة هذه أريد أن أوجه سؤالي عبدو. عبدو فقط في هذه الأيام القليلة هناك تغييرات جذرية قام بها زغماتي، حيث غير عدة قضاة وحولهم إلى مناطق أخرى مثل في غليزان كان قاضي التحقيق الذي الذي يعني قام ب كان طابو نعم، ومحمد ساعة حوله إلى شلف. يعني أليس هناك تغيير في هذا المجال أيضا؟ شوف واش هو يحكي كريم او يتكلمنا على القضاة اللي كانوا داخلين في عمليات فساد. نعم حنا صح زغماطي كي جا دار تغييرات، ما نقدروش نقولوا بلي زغماطي يعني دار زوبعه في اطار العداله. ملي جا زغماطي دعوا بزاف تبدلت، ولكن واش انا نشوفوا بلي هذه التغييرات عندهم دوك زوج معايير. مالوريزمون معيار الفساد اللي معيار هو المعيار الحقيقي ما استعملوهش بزاف. يعني كل يوم يروحوا يبدلوا القضاة اللي كلاو تشيبا، اللي بدلوا الاحكام، اللي داو الدراهم على لي زون دافير اكسيتيرا. وكيما كيما حكينا هنا في مجال في الجيري بات تاع مجلس قضاء عبد الصغانم، كيما حكى هذاك كيما يحكي اليوم كريم لي دوكيومون تاع البنا تاع القليعه. بيان سور ما فاهم بيان سور دوك ما وصفوا لغه طول طون دو تابوفوندي يعني دوكيومون على كوي. بالقاسم صغرات اللي واش دار؟ راح بدل جماعه اللي كانوا ضده اللي حقروه، باسكو هو كان محقور مع النظام تاع يقولوا طيب اللوح. هو كان سيدي محمد بن مولافا تاع شكيب خليل والموندا داري انترناسيونال كون شكيب خليل ضربوه وكسروه ورماوه في واد كراج اكسيتيرا. دونك هو كي جا انتقم من الناس اللي داروا له اللي داروا فيه الشر. دونك ما كانش عنده نيه اصلاحيه، جا نيه انتقاميه. ثانيا واش دار؟ القضاة اللي خدموا بهم اللي داروا سكون ابل لي سال بوزوني، اللي دخلوا ابرياء للحباس واللي دخلوا بهم سياسيين الحباس، راحوا خدموا بهم سابو سكون ابل نو سكو جابيل مو لا بوليتيك دو سيترون بريسي القارص. عصروهم مليح، خدموا بهم ورموهم. باغ اكزومبل القضيه تاع التحقيق تاع محكمه تاع قليعه فوق غسيل قليعه، هذا لو جوج دانستركسيون هو اللي داروا سو موندا ديبو كاين طابو. وانت على بالك هذا جوج دانستركسيون اذا دار سو موندا ديبو كاين طابو سيك باسكو عيطوا له في التليفون وضغطوا عليه وقالوا له كما ديرها ديرها. هو طبق الاوامر باسكو يطبق القانون كاين طابو ما عنده حتى علاقه بالحبس. بالحبس اكيد نورمالمون ماهوش في الحبس. واش يديروا كي يخدموا به اكسيتيرا؟ دوكا في التغيير تاع لي جوج خلاص خدموا به نحاوه ديكراداوه ديكراداوه ورموه في ميلان ولا داوه غليزان. ودوكا ولا جوج دو سياج. ملاحظه برك بزاف من الاخوه والاخواتات اخواتنا اخواتاتنا ما فهموش، قال لك لا لا، قال لك جوج كيفاش تقول انت ديكرادي الوغ كو جوج دو سيليكسيون عرضوه جوج دو سياج معناها طلعوا له نو. باش تعرفوا بلي لا كلاسيفيكاسيون في المحاكم الجزائريه شكون اللي عنده تاثير كبير وعنده يعني ارون دور كبير. عندك رئيس المحكمه، ومن بعد عندك لو بروكيور دو لا ريبوبليك برينسيبال بروكيور دو لا ريبوبليك، ومن بعد باش يجي موراها جوج دو سيليكسيون باش يجي جوج دو سياج. Dans la classification algérienne, le juge de siège il est moins important que le juge d'instruction. Parce que le juge d'instruction, il a des mandats d'arrêt, il a des enquêtes, il a un dossier, il a un dossier. Le juge de siège, il ne dit pas que le verdict. Il dit le verdict à partir de quoi? À partir de ce que le juge d'instruction va lui remettre comme dossier, comme document, etc. Donc il a dit le juge d'instruction, il a dit ça, ou le juge d'instruction, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. C'est le cas. زيد لو جوج دو سيليكسيون تاع سيدي محمد باسكو كاين طابو تفهمها دخل له 12 سبتمبر ومن بعد كيخرجوا له 25 سبتمبر.
من بعد لو 26 سبتمبر 24 ساعه ابري دخلوا في الحبس هذاك لو دوزيام جوج دانستركسيون جات المره هذه على سيدي محمد محمد ساعه محمد ساعه هذاك كيف كيف خدموا به ارناوا في ولايه داخل داخل الوطن ولايه الشلاف وطعوا هبطوه من جوج دانستركسيون ردوها سامبل جوج دو سيج يعني ديكرادي وكيف كيف لو جوج دانستركسيون دخل غدير الحبس نعم على ابراهيم على ابراهيم اللي هو في دار المحكمه تاع الدار البيضاء هو اللي دخل غداني في الحبس على جال واحد الملف اللي ما عنده تصوير استمارات انتخابيه وما نعرف واحد الملف يعني ما عنده حتى معنى وحد الان مازال ما فهمنا فيه هو القاضي تغديري كيف كيف خدموا به كسروه ارماوه للتيرات دونك النظام الجزائري واش راه يدير التغييرات اللي يديرهم في العداله يخدم دي جوج هذوك القضاه اللي يمشوا معاه واللي هما يحقوا المواطنين ويحطوا الزباوله في الحبس ويحطوا المعارضين ايتترا يتهنى منهم اما القضاة اللي داو تشيبات وعددهم كبير والقضاة اللي مشاو في وقت كما قال كاين قبيلات باسكو النظام اللي نمشيو فيه صح بالقاسم زغماطي حاوز بزاف ونا حاولنا ولكن مازلنا بنظام تاع طيب لوح طيب لوح طيب لوح مازال ما بدلش ومازال ما حاسبوش طيب كاين غير طيب لوح اللي راه في الحبس Et l'inspecteur général, l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Boudjimaa. Boudjimaa, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Pendant des années, Boudjimaa est en train de se faire. Il est en train de se faire. Des ressources humaines du ministère de la Justice. Il lui a délégué toutes les possibilités, toutes les prérogatives. pour nommer les juges de la ville et de la ville, et وهو كي مجمعيه وعديه كي الاخرين في الكونكور تاع النوطاريا النوتير حطوا ولادهم وطرافيكو الكونكور يسدوا داروا كاع داروا على كاع حسابهم دونك القضاة اللي داخلين في عمليه فساد مازال ما حاسبهمش لابروف خالد باي وراه خالد باي اللي كان لونسيان بروكيور جينيرال تاع سيدي محمد معروف وخمس سنين وقيلا هو تما شخصين دار لي استيان الناس نحى لي بتحكم واحد الحقره يمشي بالتليفون ديريكتون يعيط له طيب بن حاشم هذا الانسبيرتور جينا يقول له واش يقول لك الوزير الاخر يطبه ديريكت نعم طيب خالد بيه بور تيرميني كنت عنده افير تشيبا في 2015 في 2015 واحد ان امبورتاتور كي تي سو موندا داري ومحشوش هذا حكموه كي حكموه السيد باش يحاسبوه السيد تلقى ديريكتومون من عند طيب بن هاشم الانسبكتور جينيرال من عند خالد من عند طيب لوح فراوها له قالوا يا ودي نحلوا فيديو المنظاري يعني شوف له كيش كيش حاجه يعني فيرديكت تخي ليجي باش يخرج السيد خرج علاش باسكو خلص 10 ملاير خلص 10 ملاير منين جابها جاب كيفاش كانت باش يفهموا الناس الرشوه في وقت طيب لوح كيفاش كانت تمشي كان نسيبو لو سيناتور خالد اوراغي C'est un sénateur de Tlemcen, originaire d'un vieux Mserda, dans les hududes maghrébiens. Quand il est allé négocier avec les hommes d'affaires, il est allé négocier avec les Shkara, il met tout le Shkara là, وما ديك خالد اوراغي يتفاهم مع طيب لوح طيب لوح يعيط طيب بن حاشم الانسبكتور جينيرال طيب بن حاشم جوز على خالد الباي هاي ديك لاشين دو لا كورس كيف يعني كان تمشي لا يعطيك الصحه خالد اوراغي ما مناش وضع خالد الباي هذا سي زلماطي الى تخوا فيلا اكزاكتومون تخوا فيلا تخوا فيلا تنجم تفيلي فيو العقار تاعو الى تخوا فيلا اون بور بروكيور منين جاب لي ماتيما وما دوم منين جاب العام طبعا في عالم دائما نبقى في التزوير ورشوات اخي كريم طبعا هناك عندك الان تملك بعض الوثائق التي تدل بان هذا القطاع مازال يخدم يعني بعقليه التزوير والرشوات خاصه وانا حتى 2016 نعم سيزون ما كان يتشاك وبعثوا اربعه وقالوا له بلي نزوجوك ونعطوك ابارتمون ونعطوك 500 مليون هذه مذكورة ماشي كلامي انايا باسكو الدوسي تاع راهو كاع عندكم في الوزارة ليس جوديسيال عم يجي لهذي هذا ما يكونش اتفاق شمها قرصة ماشي مليحة حالا ماهيش مليحة كيف انت شفت سوتي بوليس شفت سوتي بوليس دو كوليعة ويجي معاه برادي العيد يجيبوا السارق الكوميساريا يقولوا له بلي خلاص سي بون نحكي لنا شكون يسرق لي شاك ياك لوفيس بوليس شمها قرصة كي بدا يدير التحقيق سمعوا بلي قالوا سي بلي كريم هو اللي بعثني كدا وكدا 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 سي طلواج ولا بلي كي في لي جور دار في رايو دار في رايو دار في رايو في الحق ماشي في الباطل قالوا لهم يا ولدي انا وهذاك لي جور هذاك كان لوفيس بوليس لوفيس بوليس عمي جيراني كان هو بارونس قال لهم نهضر مع عمي جيراني كي جا ليه عمي جيراني واش كاين قال له واش كاين واش نعاود داه البيرو داه البيرو عاود طابا قال له انا هما اللي قالوا لي يقول هكذا بلادي مع شفت سوليد شفت قالوا لي بلي قول بلي كريم هو اللي بعثك سرقت كاريتشاك وبعثوا اربعه ليه ب 50 مليون وقالوا لي نزوجوه وكذا 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 سمعوا ودانوا كاستا فيديو
ايماجين سون ما عندوش لاخور واش يدير لوفيس دو بوليس يعيط بلدي قالوا الواحد نسحقك قالوا الحاله ضربت قالوا لا ما درتوش بوس في رقبه خمس دقائق جاب بلدي هذا يسكن في قلعه قدام كوميساري قدام قدام تريبينال يا ربي عنده شي دقيقه تاع تاع مشيه جا قالوا واش كاينه واش كاينه واش كاين حطوا في البيرو كيما انا قاعدين هكايا لوفيس دو بوليس تالما عنده ليكسبيريونس طبع له كاميرا طبع له كاميرا خلى فرصاوي عبد الله وخلى بلدي بردين انت قال له صافي الله يا ربي قال له يا ربك خابك بلي انا قوي قال له خابك بلي ماشي ترقع في يدي بس هو تا بروكيرور سموري جبرني قاضي التحقيق البوليسيه الجدرميه قال له يا اخي انت في فوق في الديبو في الشعيبه كيجوا لعندي تحط لهم قضيه داخل الطوروبيل قال له على بالك راه سا ان انجيسترومون اوديو 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 راهو عندكم في الوزاره العدو عند المفتشيه العامه ماشي اللي نهضر انا تا وعندكم هذا الملف هذايا وعندهم كي تنشرهم وكلش عاود شاف قالوا اه قالوا خلي بالك بلي انا قوي قالوا كل شيء في يدي قالوا شوف عاود دور في كلامك هذه في الفيديو عاود دور في كلامك وقول بلي كريم ها واش قال لي قالوا ندكوا كريم وانت غادي يسمع قال التحقيق ويخرجك خارجي ما حتى مشكل قالوا كل شيء بريباري قالوا بصح ما تديش درهم انا ما تديش درهم للدار قالوا ما تطلبش باسكو تخرج فيهم لك قالوا تحب نديباري دوك عندي كميه هنا جبت كميه هذا ما نقولك 20 ما نقولك 30 تبان في الفيزا في الفيديو جبدوا اوب حتى جا لوفيس بوليس كان واحد وترطو يعز دم الباب جا لك في زاد قال عمي جيلاني واحد 18 متر لونشترومو فيها العجب بون معليش زيا لا اوبي هذا قالوا دي هذا فرصه ودي السيلونه قالوا بلدي ليا في لاسون دو تونت لا عاود شاف لونجسترومون شاف غروندي لي واش باينه كو لا غروندي لي غروندي لي كودي تاكور كونتر عليا انايا ازيالو قالوا ارواح تتقطع كي شاف الفيديو هكذا ازيالو قالوا ازيال لا اوبي قالوا دي سيلونا دي سيلونا الوحدة ونص تاع الصباح يجي كوميسار برينسيبال في كوميسار سوت دو شفت دو ولاية الزوني محمد ويجي كوميسار تاع لونسلومون ديال اسمه بلياني ويلي دو شيرا شفت ولاية تاع تي باسا تاع كلكوليا شفت سوت الدايرة هادو دايرة شفت سوت الدايرة الزوني محمد ولاية سير وعندو خيط اللي ما شفتش في ولاية هذا بلدي العيد اش عيدو كاع في يدو جا هذا شفت في الدائره دو كوليا رزولي محمد مع مع كوميسار دو لونسي لو موند ملياني جاو على الوحده ونص تاع الصباح قالوا طلقوا ولا قالوا ما طلقوش قالوا دير لي دي شارج نطلقوا وغدوا يجي بريزونطاسيون ما كاش واش يدير شفت في الدائره داروا لي دي شارج طلب بلدي العيد يبات في دارو هذيك الليله هذيك وهذاك فرصاوي عبد الله راح في المنزل لونساكريفي غدوة ما عندها غدوة بريزونطاسيون واش يدير لهم هيئة نورمالمون هنا يدخلوني اون طونك انا فيكتيم باسكو كاع هذا الشيء هذايا بناو على راسي نون سيمون يديروا لي ريسبي نون سيمون يدخلوا لي الحبس واش يدير لهم التهمة يدير لهم التهمة تحريض هيئة نظامية او تجي جبوه هنايا تجي جبوه هنا باسكو ماهوش او هنايا لا بالك هذوما اللي جبوه لا هنايا دوك نوريو لكم يدير لهم لاكور تاع تحريض هيئة نظامية او هنا شي جمون دوك معليش ما دورك كمل تحرت هيئه نظاميه هذا الشيء كاع ما على باليش انايا هذا صرا في جونبي انا ما ديك با دو موا بي تروما كنت نخدم مع واحد الجماعه كنت نابورتي معاهم شويه تفاح كاين واحد الانسان هو اللي مسك بلي دوكيمون كلش تلاقى مع لوفيس جيلاني هذه يسكن في ودع اللايك قالوا عندنا واحد القضيه مرنكه حبوا يباسوا السيد هذا انا هو قالوا وسمو مدرك قال بصح عرفوا قالوا هذا انسان عاقل وكلش ماشي تاع مشاكل ودا قالوا حبيت نشوف هذا داروا في سيت بوليس عمي جيرا ليا والله العظيم ابار قهوه ولا زوج قهوه خلصتهم في قهوه ابار صاب الله ما بدا تشيبا ما دارش ما دونك معليش هذه جونات ليسونسيال العداله واش داروا حسن اللي جايك هذا مي جاني كي بون باش نبريجي عطاني لو سيدي عطاني لي فوتو كيما داروا لا بوليس قال لي ما تروحني للقليعه تريبينال ما تروحني للمجلس قال لي روح للميليسا دو جوستيس وزاره العداله مباشره انا رحت وزاره العدل اوتر لو طون واش درت انايا درت دي كوبي تاع دي سيدي هذاك مع لي فوتو كوبي تاع لا بوليس ديسباتيتهم كاع لي جورنو لي جورنو دار الضغط باسكو سي افي با لي جورنو باس من بلا يغمو الدوسي ودبحوني ونورمال عادي طيب نسيم طيب مازال كمل تفضل فوالا عطاني خدمه العداله دارت خدمتها باش ما نروحوش وزارة العدل وزارة العدل خدمت بعد الانسبكسيون جينيرال الانسبكسيون جينيرال دات لي رابور تاعها عطاتو الطيب العيس بالعيس نحى كاع المحكمة هادي اون 2005 نحت المحكمة
دونك كاين حت محكمه يعني ريزون علاش نحتها نضحها معناتها ماشي محكمه تنحت معناتها مسؤولين عن المسؤولين بروكيرور 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 ادجوا قاضي التحقيق يعني لي كادر ديليجون دو تريبيونال دوك رئيس محكمه جبرني ما نحاوهاش ايزون ديبلاسي باسكو عنده خوا في الوزاره هذاك تما تنجموش يتوجيوه ديبلاصاوه ما عليناش تما قضيه تمشي ريغلو تما تصدر حكم في محكمه قليعه بلي يحبسوا القضيه حتى تروح يحبسوا القضيه نبعثوها للتحقيق باسكو طونطون دار عليا قضيه سرقه الشك اللي راهي ديفينيتيف ديفينيتيف انا ندير استئناف للمحكمه البليده البليده عن تحت عند ميم عطاه ميم ديريكت مبقاش على بالو بلي فيه شكون ميم عطينا رئيس تسعه ميم عيسى ميم عيسى هذا قبيح مسقات على بليده مسقات بليده دوك بلا كرسي بلا دوك الاخر جوج ثلاث ولا ربيع ما على باليش ما عليناش حكم عليه بتلسين حبس نبدا ويغرم الشاك شاك فيه 6 ملاير تاع 6 ملاير وغرامة الشاك وتلسين حبس نبدا بلدي يدير طان لا كورسي بلان مي اوتر طو كانت عنده قضية ثانية واحدة أخرى شاك سون بروفيزيون مع واحد أخر إنسان اللي دخلوا معايا أنا محسوب أنايا اللي عطيتو الشاك للسيد محكمة قليعة محكمة قليعة مي بار كونت لو شاك تاعي ولو شاك تاع السيد سي با ميم سيري أنا في 800 ميل والسيد في 100 ميل دكو معايا في لابلانت ما عليناش مع السيد هذا اللي راهو يدبو فريق ربحوا في عند قاضي تحقيق دار ابتداء الدعوة غرفة اتهام لا كورسي بلان ديفينيتيف بار كونت في حكموا عليه ثاني عامين حبس نافذة في مجلس القضاء بيضاء وأيدوها في لا كورسي بلان أيدوها في 2006 من 2006 عامين حبس نافذة الدقيقة هذه مازال ما تنفذتش بلدينا لماذا 10 سنين واش 10 سنين 13 سنة سيزر ماتي 13 سنة والعدالة ما طبقش قرار دارته هي في الحكم في المحكمة العليا عامين حبس نافدة لو شيك سون بروفيزيون في 2006 الدقيقة هذه مازال ما تنفتش عليه دونك كيف الانسان عنده نفوذ وعنده دراسة عنده مستيري في لاكورسي بريم مستيري ولاد مستيري مستيري باسكو ما عندوش شكون مستيري كان بروكيرو جينيرال في بليدة ومع داوه لاكورسي بريم هو اللي انترفونا باش يسلك هذا الانسان سي سي باسكو لو كا هنا الحكايه تاع كريم ديموندر لو كا كونكري باللي كاينه مازال كاين هناك تحالف بين قوه المال هذا بين حزب المال وحزب الفساد وحزب الفساد مع القضاء في الجزائر سي سا لو بروبليم اللي رانا فيه وهذه هي لي زوغماتي مازال ما قدرش يبدلها وما نعرفش اسكو حيقدر يبدلها ولا عنده النيه باش يبدلها باسكو كاينه يا جماعه فرق كبير بين واحد يجي يحب ينتقم باسكو حقروه هو ثمنا داروا له حوايج والواحد حاب يجي عنده اراده اصلاحيه باسكو اصلاح العداله لازم لها وقت كبير طبعا ليس في فتح ملفات بسيطه فقط نقول بان هناك تغيير الى الاحسن في هذا القطاع فقط مدام طبعا في قطاع العداله دائما اللي كاين الوسيط عبد السمار في قضيه اخرى اعود وتفضلت وقبل ان تجيب على ذلك السؤال فيما يخص تلك المحاكمات العلنيه اريد فقط ان نتوقف في هذه النقطه مادام انه سيكون هناك محاكمه علنيه يعني انك ستفتح الابواب الى جميع المواطنين لكي يشاهدوا الجلسه والقضيه على المباشر طبعا ونحن نعلم بان محكمه تيليفيزي احنا تبعنا تيليفيزي لا لا علنيه لا لا البريمي تون البريمي تون قالك ديروا علنيه هذا هو السؤال اللي حبيت نطرحه جوستومون تاع تيليفيزي حكايه اخرى تاع تيليفيزي سيتي لو بروسي تاع سعيد بوتفليقه وطنطاك وجنرال توفيق قال لك الحين جوزوه في لو ان تي في لو 23 سبتمبر داني باش الشعب يشوف طبعا كان محكمه عسكريه ما خدوش الشعب قاعد يدخلها قال لك نديروها بالتلفزيون ميتنون تاع بريميس تاع 2 ديسمبر اللي فيها سلال ويحيى عبايري راح تكون علني معناتها هما سيدي محمد ما يقدروش يغلقوه محكمه سيدي محمد قاعد تقدر تشوف قاعد الشعب يقدر يشوف لكن صغيره جدا هذا هو السؤال لا جوستومون دونك لا صار Elle est limitée, c'est le service de sécurité, mais elle est limitée. Mais la salle est amère, mais officiellement, ben, si tu as des caméras derrière le mahkama, la semaine dernière, elle a dit qu'elle est limitée, parce que même nous, maintenant, je ne pense pas qu'elle est télévisée, ça ne les intéresse pas, parce que ça ne les intéresse pas du tout. Mais elle est limitée, elle est limitée. Capable, elle est limitée. 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 Elle est
صدقهم حابين يستعملوها لاغراض انتخابيه. جميل باش نفهموا مليح هذا الميساج راه كناش باسكو عليه 2 ديسمبر قبل 10 ايام ساعيه اكزاكتومون قبل الانتخابات 12 ديسمبر وباينه وبداو بدوسي ساهل تاع محمد باين باسكو عنده موندا ديبو واحد واللي دخل فيه السله ودخل فيه ويحيى باش يبرهنوا للشعب باللي زعما العداله باللي العصابه راهم يتكلموا عليها هو ويتكلموا عليها قاي صالح راح يعاقبوها. دونك هنا استعمال لاغراض انتخابيه باش نفهموا مليح باسكو ريالمون كاين دي دوسي وراه دوسي تاع اللي حداد علي حداد يدخلوها الحبس مع الوالده ضربوها ب 6 شهور لافال تاع الباسبور و 6 شهور كملهم من افريل لهنا براتيكمون كمل 6 شهور عاد فقط كاين فهم هذا لازم يطلقوه من فضلك كاين فهم 2 ديسمبر ستكون هناك محاكمه عالميه لسلال ويحيى ام لبايري؟ لا لا يكون سلال ويحيى وبايري. جميل بايري ويحيى وسلال واش من دوسي داخلين فيه؟ متهمين فوالا متهمين باللي عطاو امتيازات بطريقه غير قانونيه وبلي داو تشيبا ورشوه على محمد بايري في الدوسي هذا تاعو تاع ايفال تاع الدوسي تاع ايفيكو اللي يزيد درها هو تاع ايفيكو وعلى كيفاش كان يامبورتي لي فاتور لا مارك ايطاليان ايفيكو ايفيات افون كلكو زاني اون بارافو دونك دخل في لافير تاع بايري. من بعد لو 4 ديسمبر كاين لافير تاع معزوز تاع احمد معزوز لون دافير ملياردير احمد معزوز اللي حكيت لكم عليه هو دا امتيازات ماليه وامتيازات اقتصاديه في الاستثمارات تاعو تاع نكاوز باسكو نكاوز كان تاع الدوله ومن بعد هو شراها ومن بعد كاسونت كوميرسيال تاع باب الزوار من بعد عنده دي زافير مع شيري دي فواتور شيري اون اوزين دو فواتور دو فابريك دو مونتاج تاع لا مارك شيري هو دار هذا وعطاو له لوتوريزاسيون باش يدير لا فواتور اوتيليتير معزوز وبايلي بداو بلا فواتور اوتيليتير معناتها ماشي الفواتور توريستيك ماشي كيما العلمي طحكوت ولا العرباوي مع كيا هذيك لا ديفيرونس اللي كاينه. مي كاين دوطرو دوسي اللي هم اثقل واللي فيهم ابعاد سياسيه اكبر ما داروا بهم والو. الاخوه كوينيناف باغ اكزومبل الاخوه كوينيناف البارح لو البارح اكزاكتومون كانوا لو البارح يعني في السمانه هذه لو البارح كان عند قاضي التحقيق واللي في كوينيناف داخلين معاهم كمسؤولين داخلين في كوينيناف هدى فرعون. هدى فرعون اسمها مذكور في قضيه محمد كوينيناف علاش بالغرس مزغمطي ما راحش دوموند وصراحه بانه قال لك ملف ثقيل اذا عندما ننتظر ملف ثقيل اذا ليس ثقيل مقارنه بكوينيناف وهدى فرعون. وشنو هو اكبر واثقل دوسي ملف لحد الان؟ كوينيناف؟ نو لافيت على الكوكايين عن بورتابان من 2018 وهم يتمسخروا بنا لافيت على الكوكايين واش صار فيها؟ ايماجين خالتي خواتاتي لافيت على الكوكايين عطاوها ان جوج في عام 36 سنه سيدي احمد سماون هذايا سيدي احمد سماون من مقربين تطيب لوح راح جابوها مثل مسان من العرش تاعهم عطاولو لافيتا كوكايين. انسان ما عنده اكسبيريونس ما عنده باركور ما يخدموا به كيما يحبوا كي طاح طيب ولافيتا على كوكايين ما دارت والو عام انا داخل في العامين ما بالنا من جهه الكوكايين هذه شكون جابها واش الدور الحقيقي تاع كمال بوشي واش الدور الحقيقي تاع لي جينيرو تاع بودواور ما بالنا بوالو تسخروا بينا. هذا سيد احمد سماون يجيب الناس يتمسخر بهم ما الى باقي سونترال كي طاح طيب لوح كونفوكاوه كي دير طيب لوح الحبس في شهر اوت اللي فات كونفوكاوه في لاكور سوبريم وسقساوه قالوا له كيفاه من بعد كان حاوه وزغمطي وشكون جاب جاب واحد اصغر منه واسمه رقاد محمد وهذا رقاد محمد في عمره يا ربي 33 سنه عنده يا ربي 6 سنين باركور كيما ما عندوش واش افلت لا كوكايين لازم لك ان جوج اللي يعرف لونجلي اللي يعرف الفرنسي عنده اكسبيريون خبره كبيره وهذا رقاد محمد علاش جابه باسكو باباه هو اللي طلعو حاكم اليوم مجلس القضاء تاع ولايه غردايا دونك باباه كان لونسيان شوم لونسيان بريزيدون دو شوم كوريكسيونيل دونك سي لا براتيك فافوريتيزم كوبينيزم ايتترا ولا فعت على كوكايين نورمالمون تبدا بها ان بروغرام هي ثقيله هي ثقيله هنا انا واش نقول الزوماتي لو كان عندكم صح عداله مستقله ولي جوج تاعكم عندهم كفاءات يبداو لنا بلافات على كوكايين ويفهمونا واش صرا اكزاكتومون وراهم المتهمين ودور الناس اللي كان دور لي جينيرو اللي كانوا جينيرو كيما السعيد باي شاف لا ريجون كيما الهامل ولاد اكسيتيرا هنا مالوروزمون جميل ايزون كومونسي باغ ان تي دوسي تفضل جمال ولد عباس جمال ولد عباس سمعوه السمانه هذه عاد سمعوا قال التحقيق ماشي قال التحقيق قال ايه قال التحقيق تاع المحكمه العليا لاكو سوبريم هو في تلمسان قال لك يحكموا له دو زون ولا شيء لا لا ولادو هذوك ولادو الوافي عنده زوج ولاد وعنده ولد واحد حكموه وعنده الدوزيام الوافي اللي راهو هارب القضيه اللي راهو هارب في اسبانيا جوستو القضيه تاع 144 مليار اللي حكموها في دار الوليد على جمال ولد عباس بالضبط الوافي اللي راهو هارب القضيه هذيك ولا الحكايه بيان سور لا لافير هذه تاع الوافي ولا لافير هذه كيفاش بدات سي طليبه في 2017 هكذا 2017 جي سيليكسيون ليجيسلاتيف جاو ليه ولد ولد عباس راح لطليبه وقال له يا ولدي كنت حاب تقعد معنا نديرو بروميير في لا تيست دو ليست تاع النامه لازم تشيبي
لازم تشيبي دراهم طليبه واش يدير غير طول الحال قال له كيف وانا علاج وانا معروف قال انت ما معروف ما والو انت راك مشكل معنا باش نقارديوك لازم تشيبي واش يدير طليبه طليبه روح يشتكي وكاين اون بلانت اللي راهي في محكمه تاع شراقه المحكمه تاع شراقه ومن بعد داروا ان ديسبوزيتيف سيكوريتير باش بور سيرفي وليد ولد عباس واللي داروا جينيرال عبد القادر هذاك الوقت اللي كان حاكم لا دي جي اس اي لا ديريكسيون جينيرال دو سيكوريتي انتيريور هما اللي صابوا دراهم وحكموا واحد لا ديبيوتي من وهران داوها الحبسانيك دات تشيبا طليبه راح شتكا اكسيتيرا باش يسكتوه واش يقولوا له يقولوا له اسكت خلاص باش تهضر الله في هذه نديروك نيميرو 2 في لا ليست وداروا نيميرو 1 في لا ليست تاعنا شكون بوجمعه طلعي صافي هذا كيف صافي قضيه غموه قضيه غموه شكون حاكم وشكون حاكم التريبيونال تاع الشراكه تابع من مجلس قضاء تاع تيبازا قلت بالقصير فتيحه بوخرس وانا نقول زغماطي تتكلم من على جوجي وفتيحه ودوس على فتيحه بوخرس والله وانا كامل فتيحه بوخرس والله هذه جايك فيها ثاني ملف بايري ملف صغير ملف باش يفهموا يا جزائريين ما يدخلوش في المانيبيولاسيون الملف تاع 2 ديسمبر راح يديروه سيدي ما في محكمة سيدي محمد ملف صغير وخفيف يعني طبقوا يعني شو يسمى انتليجون نظام يدير لك ملف صغير وخفيف باش يخدم به فاسيلمون ويخدم به اغراض سياسيه وانتخابيه اذا يا عبدو هي ملفات صغيره لكن وجوه التي ستحاكم يوم الاثنين ثقيله اذا فقط على زغماتي ان يغير من لهجته وخطابه يقول بان ندير ماركتين تاع ما تنص سؤال مطروح سالم ايماجين سلال ولا ويحيى قال لي باسكو انا جدود قال لك نديروها بوبليك انا جدود انا جاب دربي راح يزيروني يخلوش يدخلوا نابورت كي باسكو علاه على 23 ديسمبر 23 سبتمبر ما داروهاش بوبليك باسكو جينيرال توفيق راه ما عليها راه واحد لي ريفيراسيون طري غراف الى اكوزي قال جينيرال توفيق قال انا من 2015 وقلت باللي السعيد بوتفليقه وقايد صلاح راح يهلكونا ودون الهلاك هذه حتى واحد ما سمعها باسكو غلقوها مي غدوه ان شاء الله في 2 ديسمبر يعني ويحيى ولا سلال بزاف بداو يهضروا حنا صح الدين سرقنا وهذا على ما نهضروش عليه والقايد على ما تجيبوش ولاد القايد وهادو 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 يعطيك صح معناتها راح يخلوا راح يخلوا ويحيى وسلال يهضروا ديريكتومون سوف اذا داروا دي باكت راح يشوفوا سلال ويحيى في السيلولا قال هاو واش تهضر هاو واش ما تهضرش سيتي اذا هذا هو المانع اللي كي تقول على التلفزيون فوالا قبل ان نعود فقط اليك كاين فقط عندي سؤال فقط اريد ان افهمه يا عبدو فقط كرونولوجيا نشوفوا بان يوسف يوسفي كان في حكومه اثناء تولية احمد ويحيى احمد ويحيى ويوسف يوسفي يعني سقط الان سيكون محاكم علنيا صح بدا محجوب كان ايضا في عهد تبون لماذا تبون اذا لم يكون ايضا ولم يحل الوقت الان ليستدعى ما دام انه خليفته يحيى قد سقط ودخل الى سؤال مليح بدا محجوب صديق تبون صديقه الشخصي وهو اللي دار في وزارة الصناعة وبدا محجوب عنده قوة جدوسة كبار نورمالمون تبون يسرع وتبون نورمالمون يسرع مع لافات عمر عليلات عمر عليلات دخلوا للحبس وروكو صاحبه وحنا خرجنا الصور في الجيري بارت وانا عمر عليلات بالباج اوفيسيال كمنظم تاع لا رونكونت اللي داروها في لو 16 نوفمبر الدرني تاع لي بي اونتر لي ديريكتور في زيرالدا اللي داروها مع تو لي ديريكتور دو ولاية دو كومبان دو ولاية تاع تبون وين عمر العليلات هو بارتيكول منظم وين يروح تبون يتبع عمر العليلات ويكيدي فيه دونك يحوسوا عليه كاين ثاني صرات البارح كانوا اليوم اجلوها البارح يوم الخميس اجلوها اليوم كانوا ماما يحاكموا واحد في وهران يعيطوا له جبار ناصر هذا جبار ناصر كان لو كورديناتور تاع لورغانيزاسيون دار واحد الجمعيه سموها المنظمه الوطنيه لكفاحه الفساد لورغانيزاسيون ناسيونال دو لوت كونتر لا كوربسيون لقاو بلي حكموا على لابوليس السمانه اللي فاتت داروه موندا ديبو هو وزوج واحد اخرين داخل الجمعيه تاعو كانوا يستعملوا الكاشي تاع الاسوسياسيون باش يجيبوا استثمارات للتبون وباش يلايموا دراهم للتبون دونك راهو في موندا ديبو راح يتحاسب اليوم عجلوها دونك تبون ما يستدعى موندو وعلى غير تبون ما بالفليس قاعد عندهم ملفات باش ما يقولوش انا ضد تبون ولا خلص ولا ضد تبون باش هضره زوج قال لك خلصونا كريم طبعا ابقى معك في ملفات الفساد وفي ما تملك ايضا من ادله ومن وثائق حول هذا الجانب. نكمل ثاني سيد وزير سي زرماطي على القضيه اللي داروها هي النظاميه كونتر فرصاوي عبد الله وبرادي العيد. وانا كنت واحد دخلوني شاهد يدخلوني فيكتيم في لافير هذيك باسكو كومبلو هذا داروا عليا انايا فرصاوي عبد الله دكوه الحبس وبلدي لا يطولوا براءة هو اللي دار كومبلو يعني هو اللي تشيبا هو اللي هو اللي كلش فرصاوي باسكو
خدام سبحان الله ذبحوه ذبحوه بعامين حبس نبدا وبرد يدعي عطاولو براءة هذه الاخر هذه توجور في كانت في اون 2006 وما حباه ما خلوش ندخل على ضحيه الفلافل هذه دخلوا لي شاهد ما عليناش ايما هذه القضيه طلعت الـ طلعت الـ طلعت لاكور لاكور دو بريدا عند ميم عيسى حكم عليه 3 سنين حبس 3 سنين حبس مع غرامه شك ويخلص لي في الشك يدير طال لاكور سيبرم بلدي العيد اون 2005 تريح تماك تقريبا 2006 حتى 2008 صافي 3 سنين لاكور سيبرم يديروا لها النقد واحاله مي اوتر طون لي 3 زون هادوما بردي العيد دار لي بزاف قضايا عند قاضي تحقيق ويخرج لها نفس ينتفى واش دعوه يخرجوها يعني لحد الان راه برا ما داروا له والو هذه جايه ايوا داروا له والو دخل في القضيه تاع لي زامبو كانت عنده قضيه تاع لي زامبو ونورمال اوتر طون 2005 شكا 2008 دار لي بزاف قضايا تاع سرقه الشاك مازال باسكو نو سيلمون عندي احكام نهائيه في سرقه الشاك مي اوتر طون يزيد يخلق لي قضايا سرقة شاك عند قضية تحقيق يديروا لي انتفاء وجه دعوى في صالحي تروح لاشون داكيزاسيون ثاني تأييد دار لي تروفا في لي تخوا زاني هادوما ما عليناش الو لا كوسي بلا ندير نقد إحالة تعاود باش نعاودو نشرعو في برمي ديكري في محكمة القليعة باسكو باش نعرف في محكمة القليعة في محكمة القليعة هذا جبرني وجه دعوى لا تاكتيك قالك تروح لقضية التحقيق باش يجادوها لي ومع الاخر واش انا درت درت ابل المجلس حكم عليه ميم عيسى ميم عليك هو دار طعن لاكو سيبرام تعاود تعاود تهبط نشرعو في محكمة قليعة محكمة قليعة مين نعاودو ندوزو للبليدان البليدة تبعتها القليعة حبت تحكم فيها مدام براهيمي روبا مدام براهيمي معروفة عليك عليك الحاكمة لافير تاع خليفة البليدة مدام براهيمي جوج كي ديريجي لو بروسي خليفة بليدة مدام براهيمي يا سي زرماطي حبت تحكم فيها وتاكل فيها وتعطي الحق البرادي ما جه ما على بالكم السيستم كي يبغي يمشي زقالها النائب العام عبد الحميد ساهل قالها ديري خدمتك لا كورسي بلا ما تقول لك الدوسي عاودي هبطي شعرة ب 100 دوغري ما تحكميش فيها انت وهذه قالها لي بنفسه هو النائب العام قالها لي بنفسه قال لي حبيت تلعب ذاك اللعب يعني زيرتها فوالا هاني هدرتها واش كاين رحنا للقليعة القليعة يا سي زرماطي اون 2009 اون 2009 حكمت في محكمة قليعة حكمت عليها بثلاث سنين حبس نافذة وغرامة شاك ويخلصني في الشاك مع تأجيلات ما دورش تأجيلات مي أوتر طون يدير لي قضية عند قاضي التحقيق سرقة شاك تاني يرفضها له تاني وطيح عند من طيح طيح عند ميلودي جيلالي كان هو شاهد غرفة الاتهام غرفة جيلالي ميلودي جيلالي واش يدير لي يديروا فتح تحقيق صافي كاع واش خدموا القضايا تو حكموا ليها يعني ماشي ذبحوا وقت ماشي او كذا ميلو دي جيلالي حاكم غرفتي هذه يقولوا يا ودي افتح التحقيق سو كان باز قالها فتوى ما على باليش ما عليناش عاود هبطت القاضي تحقيق مي طوطوب صافي قليعه حكمت عليه تجي يدير طعن بليده يدير طعن بليده بلادي يزيد ميم عيسى ميم عيسى يحكم عليه تنسي الحبس نبدا تنسي الحبس نبدا صافي الشك هذا تطبقوها ولا ما تطبقوهاش يا سنين استنى لا لا لي جايك لي جايك هنا وين لعب الخامش تاع الصح هنا وين دخل فيها فتيحه بوكرز وزغلو زغدو دي مورال تاع البريغاد دي كولومبيك تاع البريغاد باب جديد باب جديد اي لا بريغاد دي كولومبيك ناس لا بريغاد دو ريشيرش ماشي بريغاد دي كولومبيك سي لونيتي دي لي لا جوندارمري ما يخدموش غير الكولومبيك يخدموا التيروريست يخدموا كلش هو اللي حاكمها هو اللي حاكم هو اللي حاكم اللي راهو اليوم في السجن تاع بليده واللي مازال ما تحاسبش واللي هو مازال ما تحاسبش اللي جاك اسي زغلولي زغدودي مراد زغدودي زرماطي زرماطي كي دار طع المجلس قضاء بليدة يحكم عليه عنتر بثلاث سنين حبس نافدة ويغرم لي التاوي كلش دار طع لاكور سيبرام مي اوتر طون هو دار لي قضية في 2009 دار لي قضية عند قاضي تحقيق قاضي تحقيق دارو تاع سرقة الشاك وكلش عاودي وليتو جيل عاودي من جديد يرفضها له غرفة اتهام كان فيها ميلودي يقولوا افتح التحقيق سيو كان باص ما على باليش سكارة باسكو شاكي بها انا ميلودي في القضية تاع لامالي عبد العزيز تاع التصوير وكلش شاكي عليه في الوزارة وكما في لافير ومعد برادي العيد يدير طالب بالنيابة العامة يدير طالب بالنيابة العامة يا كو لو بروكيور جينيرال اللي ينجم يفتح الدوسي القديم لارتيك 165
ما كان ني لاش ني لاشون داكيزاسيون ني قاضي التحقيق ني لا كورتي بريم يا انيكمون البروكيور جينيرال اوكي جمعه نعم دابا كان دالو رفض هادي من 2009 صافي القضيه تاع الشك هذايا سي بون خلاص ميتا انا راح نرقد على نرقد على زيد تفتح يعني خلاص ما يفتحش خلاص رفض له البروكيور جينيرال رفض له نعم يا كو البروكيور جينيرال ما عنديش انا خلاص انا وليت نطلع نهبط نطلع نهبط نخدم على روحي 2016 يصدر عليا حكم في محكمة قليعة صافي ربي بعث لي قاضي التحقيق قاضي التحقيق يبعث لي انا كنت هنايا 2016 قاضي التحقيق هذا كوروبي تاع محكمة قليعة على ما ما عنديش اسم يبعث لي بليزيو كونفوكاسيون انا كنت هنايا مع سيد لاباس دو سرقة الشك لاباس سرقة الشك قاضي التحقيق يدير إحالة واش دار الداخل ربي عالم يبعثها للمحكمة بقبل ما يبعثها للمحكمة اوترو طون قاضي تحقيق بعث لو شاك هذاك بعثو ل الموفي الموفي الكامل بعثو عند عندو عند زردو عند زردودي زردودي عند مراد زردودي تاع بريكاد دو باب جديد الراجل دو باب جديد بعثو ل تاع بوشاوي تاع وين نديرو المظاهرات الخطوط وكلش جا تنبيه تاع جا تنبيه تاع المظاهرات الخطوط تاع بوشاوي اون 2009 قاضي تحقيق بعث لو شاك هذايا لو فاد لو شاك بعثوا قالوا لك يا ودي امبوسيبل نديروا مظاهرات الخطوط امبوسيبل هذه 2009 بصح في 2016 كي بعث عاودوا بعثوا قاضي تحقيق لعب لعب ملعوب قال لك يا ودي لابريكا تاع جدرني تاع بوشاوي داروا قال درنا بليزيور بليزيور تاع بليزيور اوبيراسيون لا ديزيام فوا قال لك الشك ماشي لا سيرت ماشي تاع بلدي قال مانيش فاهم 2009 قال لك ما امبوسيبل يديروه جدرنيه Et au 2016, il y a des machines à se mettre à la monnaie. Et pourtant, la suite, tu l'as dit, un des choukoum n'y a pas de cours si plein, mais des rouges pour la sorte de place. Mais il y a des gens qui ont fait. Badia, quand il y a des gens qui ont fait, ils ont fait le mahkama. Le mahkama a fait le mahkama, le mahkama a fait le mahkama, le mahkama a fait le mahkama, le mahkama a fait le mahkama. دونك انا مانيش فاهم باش يزلماطي الملف هذا راه عندكم كامل في وزاره العدل ونحت نحت المحكمه كومبلي على جال الدوسي هذايا كيف في 2016 عاودوا حلوا الملف هذايا سو كيل باز عندي كاع احكام نهائيه تاع البروكيور جينيرال ما عليك باينه شي بلا ما هاني جايك ما عليك في قليعه ام براوه بلي شاك مسروق الدوسي تاع لو شاك اللي كان اللي كان اللي حكموا عليه اللي حكموا عليه 2009 30 حبس نافذه راقد في لاكور سيبرام باسكو فيها ثلاث سنوات فيها ثلاث سنوات بريزون كونترا كنت بلاتي العيد راقد في لاكور سيبرام حتى 2016 2009 10 11 12 13 14 15 16 سنوات 8 راقد في لاكور سيبرام واش يديروا له الدوسي هذا يعاودوا يديروا له نقد واحاله وين يشارى يشارى في بليده في تيبازر عند مدام فتيحه عند مدام فتيحه صافي مدام فتيحه بوخرس هذه برت برت بالقصير الا اوردوني المحكمه تاع قليعه بلي ها واش ديري باش الملف هذا كيجي لعندي نبري برادي العيد من 30 حبس نافذه ونزيدو نبرطو مدرا كريم بالقضيه خمس سنوات تاع خمس سنوات صافي كاع واش عندي الاحكام انا في حقي سا كونت با سا كونت با بعد المومون مدام فتيحه لا ديسيدي دو كونترير خلاص شوف فتيحه بوخاز ماشي اول خطره نحكوا عليها بلوزيور فوا وهادي بهي راهي جايه اللي فتيحه بوخرس راهي لا بروميير في لا ليست تاع لي بيرسوناليتي كي بينيفيسي دون امبينيتي اكسترا من الجيري هي وراجلها الجينيرال غالب الخصيري ما داروا عليه والو ما داروا عليه والو دونك شنو معناتها معناتها كاين نظام السلطه كاين الناس اللي تحس تحكم اي تحمي فيهم دونك العداله غير مستقره بغيت نسقسيك حاجه عبدو كي يكون افات تاع الديوانه وتكون تكون افات الدوسي تكون ثقيل فيها 71 مليار الخزينه تدخل الديوان ولا فوكا تاع الديوان يوقفوا في الجلسه ما يوقفوش بيان سور سو كونستيتيو بارتي سيفيل بارتي سيفيل معناتها هما ضرورين هما هما ضرورين هما ضرورين هذيك الساعه كانت كاينه قضيه في لو 8 30 12 2008 في مجلس قضاء بليده مجلس قضاء الجزائر حكموا على بلدي العيد بعامين حبس نافذه ويغرم 71 مليار جمارك في سيدي سيدي محمد في المحكمه دار الاستئناف لمجلس القضاء الجزائر تحكم عليه هديه واسم هذه عمران هديه عمران فاطمه سي صح؟ ايه معليش بن عمران ربيعه بن عمران ربيعه تحكم عليه بارتي سيفي ماشي حاضره ني 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 لادوان
ني لافوكات عرضوان ما كاش لعب وحده لعب حميده وشرب حميده غير بردي ولافوكات عبردي مع هذه ماجيسترا وبروكيور بروكيور جينيرال ادجوان حكموا عليه براء واحد وسبعين مليار اسنا ملاحظه مهمه دركا جوستومون شنو يقول كريم سي امبورطون باسكو اظن في الجزائر واش كان يصرا كانوا الناس يسرقوا دراهم بصح الهيئات العموميه ولا الشركات العموميه ولا هيئات الدوله ما يروحوش بارتيسيبي دي بوست با بلان مخدومه كيما هنا الجمارك شوف ابسون الجمارك هنا ما راحوش كيف يعني سرقوا لكم 71 مليار وما رحتوش حوستوا على دراهمكم ودراهم الجمارك وما دراهم الدوله الجزائريه الخزينه العامه تريزور بوبليك دراهم جزائريين دوكا بالقاسم الزغمطي دار حاجه الى شونجي في الكود بينال قال لك maintenant on n'a plus on attend plus le qu'une plainte soit déposée par les organes sociaux des organismes publics معناتها ما يستناوش une plainte تجي من عند الهيئه تاع الدوله ولا هيئه حكوميه ولا شركه عموميه يقضوا لي زونكيت يبداو ديريكتومون هذه مليحه ولكن المشكل ما تحلش المشكل لازم كيفاش يحل المشكل علاش الجمارك قعدوا ساكتين هضروا مع الشعب اللي با نورمال كو هادو لي سوسيتي بوبليك qui gère l'argent public ne se manifeste pas dans les procès, dans les jugements, ils font rien du tout. Et c'est ça, c'est un gros problème. Comme a dit 71 milliards Jamarc, mais comme tu as fait un deuxième dossier de Jamarc, 210 milliards contre la Mali Abdelaziz, très cadi Madel Walou, le fisc, les aides. C'est un problème. كانهم على بالهمش كاين حاله لا مبالاه ولا ماشي بس تي كومبليسيتي بخالصين ما تجيش ما تجيش اللي يسرق الدوله يروح يتفاهم مع ممثل الدوله يتشيبيلو يقول له ما ديبوزيش عليا بلان ما تجيش كيجي نهار الحكم نهار العاده نهار الجلسه ما كاش لا فيكتيم ما كاش فيكتيم مخدومه مع الرئيس ولا مع الرئيسه مخدومه دونك اما يطولوا البراءه اما يطولوا يعني حكم هذا طولوا عامين حبس المحكمه وطلعت عند هذه المجلس عطت له براءة طب 71 مليار ونستنتج يعني إذا خلاصة القول بأن هذه العدالة ما زال عدالة تصوير ما زال عدالة رشوة هناك عمل ينتظر العدالة من أجل التغيير الحقيقي ومن أجل التغيير الجذري لا يقتصر فقط على تغيير شخصيات أو القول والإدلاء ببعض التصريحات فقط مثل محاكمة على اليوم وغير ذلك ليس كذلك زميلي عبد القادر أبسوليمو أخويا يعطيك الصحة أخويا سليم اليوم كي جيت هنا يعطيكم الصحة أخويا كريم الخلاصة يعني لا كونكلوزيون إي كيما قلتها لا سويفون سي كو لا جوستيس ألجيريان ما تمشي بلي سلوغون تمشي بالشعب بالمشاعر ماشي تمشي بالحقائق هذو كاع شعارات استقلالية القضاء راهي عقلية جديدة اللي مازال السلطة الحاكمة في الجزائر اليوم ما راهيش متبعتها ماهيش تحوس عليها اكزاكتومون فوالا دونك لازم نتخافاي انورمون بروفون باش نلحقوا ليه والهضرة هذه ما يجيش واحد زغمة لازم تغيير النظام السياسي في الجزائر باش هناك تغيير النظام القضائي هذه حكاية كونكلوزيون خويا كريم كونكلوزيون اليوم اليوم سيدي الوزير العدل اللي نطلب لك بلي تشوف الملف تاع محكمة خليعة اللي صارت عليها ضجة و2005 اللي نحوا لي ماجيسترا تاع لو شيك سون بروفيزيون راهو عندك في الوزاره وعندهم انسبكسيون جينيرال الدوسي وعندهم هما اللي يخدموا الخدمه الوغ معلاش يكونفوكيوني انا ما على باليش بيتاني هنا انا ربع عندي ترو مون نظري درتوني ترو مون نظري اي كورومبي ماجيسترا نعم راه مادابيا الملف هذا راهو عندك شوفوا الملف تاع الثاني اللي هضرت عليه تاع التزوير من الزور اللي كنت انا فيها فيكتيم ودي زابو على ظهري هذا العمالي عبد العزيز اللي يعاون عليه اللي كان متكي عليه مورد زغزغزودي تاع لابريكا ديكولوميك و لابريكا دو ريشيرش تاع باب جديد مورد بن كورا اللي كانت عنده لي ماجيستار كانوا في يدو باسكو كان يهضروا كان هذا حاكم كونتونسيو تاع كلي دوبان تاع لي سانوبر كان لي ماجيستار يعطيهم لي شالي ويشريهم ولي ماجيستار كانوا في يدو وكان عنده ثاني لا بريزيدونس واسمو هذاك مستشار رئيس الجمهورية الاخر رقيق مختار هاوليك وراه وكان عنده برشدي هارو هادو كاع معاهم واش هو شوف الكلام الاخيره واش يقول كريم واش انا نقول من الاول واش كيقول راه باش نكملوها يعني اوتونا توتي سي لي جوج انه من هادو القضاة واليوم يروحوا يضربوا على حق على استقلالية القضاء يضربوا على الصلاة تاعهم وعلى حقهم واليوم نقابة تاع القضاة عم عادوا هضروا قالوا نعاودوا نديروا انغراف تو سا باسكو لي ريكور اللي داروهم في الكونسي سوبيريور دو ماجيستراتور ما قبلولهمش
هما العشرة اللي يضربوا، راهم يضربوا على مناصب، اللي حاب يقع في سيدي محمد يقع في سيدي محمد، اللي حاب يقع في القليعه يقع في القليعه، يقعدوا في المناصب المهمه باش يدوا تشيباي ويترفوا. لو كان وهذا القضاة ماهمش فاهمين، انا حكينا بالقضاة اللي دخلوا الحباس كريم طابو واللي دخلوا الحباس الغديري، اخذوا بهم النظام ورماهم حشاكم كي تقشر الفايحه هذه كومي شوزيت. وانا في دميت ما تدخلنيش معليش انت معليش نقولوا هذو الناس اللي خدموا بهم قرارات سياسيه خدموا بهم ورماهم قشرة فايحة. دوك يا قضاة العنوا بليس وخافوا ربي، النظام هذا راكو دافعوا عليه ولا راكو يعني في بالكم راح يمد لكم دراهم يمد لكم شهريه راح يخدم بكم يرميكم انا فات خاص عليكم كاع مال. دونك يفون ميو سو ريفيي باسكو لو فيغيتابل ترافاي لانديبوندونس لا جوستيس دوات كوندوي با لي جوج او ميم سو ني با مسكين الزوالي اللي المواطن الزوالي اللي ما عندوش يضرب كل يوم باش ياكل خبزه يروح يدير استقلاليه القضاء في مكان القضاء. اكيد اكيد زميلي عبدو شكرا على كل ميرسي بوكو خاوتي خواتاتي شكرا خويا كريم. اذا ان شاء الله نضرب لكم موعدا اخر في مواضيع اخرى سنفتح عنها النقاش وسنناقشها ونحللها. الى ذلك الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم خواتي خواتاتي، ونبدا رونديفو دون نوت ايميسيون.